اهلا وسهلا فيكم بمطبخ هنوتي. اليوم رح نحضر مع بعض طريقة تغليف الكوكيز بعجينة السكر. انا هون من قبل محضرة عجينة السكر ملونتها طبعا بمواد غذائية، وهي الاشياء كمان مصنوعة من السكر، كمان رح ازين فيها قابلة للاكل، بيستعملوها للكيك للمناسبات، وعندي هون ملمعات. والطبقة يلي رح حطها بين الكوكيز وعجينة السكر مشان تلزق عليها هي الجلوكوز. كمان إذا حبيتوا اكتبوا لي بالتعليقات بقلكم طريقة تحضيرها، وفي منها جاهزة كمان. ومشان افرد العجينة بحتاج شوبك يكون من السيليكون، يفضل أحسن لأني الشوبك اللي من خشب رح يلزق عليها. والطبقة يلي رح يعني هون المحل ما بديرش رح أطلها نشا الدرع مشان ما تلزق العجينة، يعني مشان أوضح لكم ما تفكروا أنه يكون طحين. هي الشكل النهائي لتزيين الكوكيز بعجينة السكر، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. قبل ما أنهي الفيديو لا تنسوا تشتركوا بقناتي والضغط على اللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد فضلا وليس أمرا.